السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هقول لكم تاني، هنزل لكم تاني ريفيو عن الغسالة بتاعت ايديال زانوسي، عشان في حد كتب لي في التعليقات من المتابعين ان هي عايزة تسمع صوت العصر، فتحت امر حضرتك وتأمري يعني، فانا حطيت لك صوت العصر في اخر الفيديو، وحطيت لك مرة والغسالة فيها غسيل وبعد ما اشتغلت حبة، ومرة لما كانت لسه جاية جديدة. سيبكم على الفني بقى يشرح لكم كل حاجه الوان ومش ناعم، برنامج ساعه واحده، قطن شديد الاتساخ، صوف ماشي، ده عصر بس. البرنامج اللي هو نص ساعه ده برنامج خليط، يعني كل انواع الهدوم. ده برنامج اقدر برنامج هتستخدميه، ماشي. ده الابيض بالبخار، الالوان بالبخار، ماشي. هو ايه نظام البخار ده؟ يعني بعد ما تغسل بتعقم، وبعدين هدوس الستارت اللي هو ده كده اشتغل. مش واحنا ملناش اي تحكم في الحراره؟ لا، هي الحراره كده كده بتظبط اوتوماتيك. انت لو حبيتي تعديل عليها ممكن ايه، ممكن مثلا تدوسي بقى قبل ما تدوسي ستارت، لو هنا مثلا قال لك 60 اهو، ممكن تقللي مثلا اهو اهو، دي بقى اللي بتقلل الحراره. كده قللتي الحراره وكده قللتي العصر. اقل حاجه تبقى نجمه حجمها ساعه، لا اكتر حاجه 90. برضو ماشي، بس كده دوسي ستارت. السعر بقى يا جماعه حسب الوقت، يعني دي كنا جايبينها من شهر ب7750، 7 كيلو. ومريم عايزه تسلم عليكم. عاملين ايه يا اصحابي؟ بحبكم قوي قوي قوي. مع السلامه. هي بتتفتح من عند الحته اللي انتوا شايفينها طالعه دي، بتشديها كده وخلاص، غير الغسالات اللي هي بتتفتح من الجنب كده، لا هي بتتفتح من، شايفين الكيرف ده، بشده كده الباب بيتفتح. والحله طبعا 7 كيلو، بس هي حجم، بس اللي عاجبني فيها ان الحلة بتاعتها الدايرة اللي من بره دي كبيرة شوية عن غسالات الموديل القديم. دي الموديل الحديث، الفرق بينهم ان الغسالة يعني الحلة هي نفس المقاس اللي هو 7 كيلو لو حد، بس وسعوا حجمها كده من بره، تعرفي تدخلي الغسيل براحتك، وحلوة قوي. معلش بقى ان انا بردانة، بس كده هسيبكم في رعاية الله، ولو اي حد عايز يسأل سؤال يسألني في الكومنتات. مع السلامة.